برتبة لواء متقاعد توفي قبل أسابيع السياسي المعروف صالح الحربي، لكن ما يجهله الكثيرون أن راتبه لم يتجاوز حتى وفاته الـ200 دولار كما تثبت الوثائق الصادمة، لنموذج يبرز ما حل بعشرات الآلاف من العسكريين الجنوبيين المسرحين قسريا من وظائفهم بمختلف التخصصات والمجالات العسكرية. هناك الكثير والآلاف من الضباط أو كوادر القوات المسلحة لجيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تسرحوا وقسرا، وحالتهم المعيشية ارتلها، في ناس ماتوا كمد وقهر. العسكريون الذين كانوا يرددون النشيد الوحدوي قبل الوحدة هم الذين أسسوا الحراك الجنوبي عام 2007 بفعل سياسات التهميش التي انتهجها نظام صالح، بالإضافة إلى تجريف هذا النظام للكثير من مقدرات هذا الجيش الذي توحد معه وأقصاه. تم تدميره بصورة ممنهجة، وتم التخلص من كافة قياداته، أكثر من 85,000 أحيلوا للتقاعد، ومن بقي من الضباط والصف الضباط تم التعامل معهم بصورة دونية. مر يوم الجيش الذي تأسس في 1 سبتمبر عام 1971 بفعالية تؤكد على استمرار المظلومية التي خلفها انحراف مسار الوحدة بعد حرب 94 وعدم تطبيق الحلول المتوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني. مؤتمر الحوار أقر عودة كل المتقاعدين العسكريين المبعدين قسراً وإعطاهم كافة الحقوق خلال سنوات الإبعاد. بعد الحرب الأخيرة التي كان شكل الدولة أحد أسبابها، تغيرت الكثير من المعطيات، منها إيجابية كما يرى قادة جنوبيون جدد، ومنها سلبية يشي بها الغموض الذي يلف المشهد العسكري في اليمن ككل. فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي يعني قرار وطني صادق في ضم المقاومة إلى صفوف الجيش والأمن، وإن شاء الله أن احنا في هذا الطريق يعني سائرون، والآن أنتم تروا أغلب تشكيلات الجيش هي تشكيلات شبابية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.